صندوق المدني هو الأداة اللي نحن منظن أنه فينا نساعد فيها طلاب التعليم الجامعي بلبنان. فنحن فكرنا كيف ممكن نجيب شغلة تهين عليك هذه الوصول لدراسة نوعية بجامعة محترمة بدون ما تكون عم تحرق نفسك وتأخذ قروض مع فوائد. إذا افترضنا نحن أنه بمجتمعنا الناس عم تتوجه على جامعاتهم على حسب قدرتهم الشرائية، الأثر الرئيسي اللي ممكن نشوفه نحن من هيك مشروع أنك تشغل المستوى التعليمي للناس عدة درجات بنفس التكلفة اللي هم عم يدفعوها. عندنا نتائج واعدة بالأربع سنين الأولى، مئات الطلاب عم تدرس عن طريق هذا المشروع. صندوق المدينين هو صندوق بيقدم منح وقروض للطلاب الجدد بمرحلة البكالوريوس، منح 40% أو 50% حسب اختيار الطالب للجامعات الشريكة معنا. نسبة 60% أو 50% الباقيين هيدول بيكونوا على شكل قرض حسن بيقسطوا للطالب عنا على مدة 12 شهر خلال السنة، بالإضافة للقروض الحسنة اللي هي بتكون 100% لمرحلة الماجستير والدكتوراه. اختيارنا للطالب بيكون حسب معايير أكاديمية ومعايير مالية. بالنسبة للمعايير الأكاديمية، إذا كان طالب بكالوريوس فهو لازم يكون طالب سنة أولى، أما لمرحلة الماجستير والدكتوراه فلازم يقدم لنا ورقة قبوله بالجامعة. أما بالنسبة للمعايير المالية فالطالب لازم يلتزم معنا بدفعاته الشهرية حسب العقد المتفق عليه بيننا وبين الطالب اللي بيكون ممضي عنا بالجمعية بحضور الكفيل. مرحبا، أنا اسمي فاطمة المجذوب وأخذي منحة من جمعية ليزر صندوق المدينة. إني أدرس صحافة وأعلام كان شيء جدا مستحيل قبل ما أتعرف على منحة صندوق المدينة، والمنحة كانت جدا مناسبة لشخص ما قادر يدفع لجامعة خاصة. لما حصلت على هيدي المنحة حسيت إنه لازم أثبت إنه أنا بستحقها، فصرت شارك بكل النشاطات الجامعية اللي عم تصير، وصرت كامبس دايركتور لهالت برايز، لايسنسي ايفنت اورجنايزر لتدكس عزم يونيفرسيتي، ومير اوف امباكت لذا فولنتير سيركل. بسبب منحة صندوق المدينة انا مش بس تخرجت بشهادة صحافة واعلام، تخرجت وانا معي عزم يونيفرسيتي سبيريت اوورد، الطموح والعزيمة لحتى كفي بمسيرتي المهنية واتميز فيها.